بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله ومن سار على نهجه وأصحابه إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات في حلقة جديدة من حلقات موسوعة الأخلاق الإسلامية التي نسير فيها مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين في دمشق. فأهلا وسهلا بكم أستاذنا الكريم. بكم أستاذ أحمد، جزاك الله خيرا. سيدي الكريم، روى سيدنا عمر بن الخطاب أن رجلا دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، فجلس إلى رسول الله وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال له: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم قال له: أخبرني عن الإيمان، ثم سأله بعد ذلك فقال: فأخبرني عن الإحسان، وختمها قال: فأخبرني عن الساعة وأماراتها. وكان صلوات الله عليه يجيب عن كل سؤال من هذه الأسئلة، ويقول هذا الرجل لرسول الله في نهاية كل جواب: صدقت. وكان هذا الرجل هو سيدنا جبريل، أتى يعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دينهم. الذي أريد أن أسأل عنه الآن أن السؤال الأول كان يتعلق بالإسلام وكلنا مسلمون، والسؤال الثاني يتعلق بالإيمان وهي فيها خاصية أضيق وأقل، فليس كل مسلم مؤمن حقا. ثم سأل بعد ذلك عن الإحسان، وكأني فهمت أن الإحسان هو أدق وأعمق من الإيمان ومن الإسلام، فهل فهمي هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. بادئ ذي بدء، المصطلحات لها مستويات، فأحياناً الشكر مستواه الأول أن أعرف أن هذه النعمة من الله. المستوى الثاني أن يمتلئ قلبي شكراً لله عز وجل، شعور. الأول معرفة، الثاني شعور. المستوى الأرقى أن أبادر هذه النعم بخدمة الخلق، اعملوا آل داود شكراً. أكثر الفضائل لها مستويات، والإحسان له مستويات. أعلى مستوياته أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سماه بعض علماء القلوب حال المراقبة. وأفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. فهذا معنى للإحسان، لكن المعنى الشائع والواسع والذي يغطي أكبر شريحة من المسلمين أن الإنسان لماذا هو في الدنيا؟ لو سافرت إلى بلد غربي وقلت إلى أين أذهب؟ سؤال عجيب نسأل نحن هذا الإنسان، لماذا جئت إلى هنا؟ إن جئت طالب علم اذهب إلى المعاهد والجامعات، وإن جئت سائحاً اذهب إلى المقاصف والمتنزهات، وإن جئت تاجراً اذهب إلى المعامل والمؤسسات. أي لا تصح حركة الإنسان في مكان ما إلا إذا عرف سر وجوده وغاية وجوده. أنا حينما أعلم أنني في الدنيا من أجل أن أؤمن بالله خالقاً ومربياً ومسيراً، موجوداً وواحداً وكاملاً، أسماؤه حسنى وصفاته فضلة، خلقني لجنة عرضها السماوات والأرض، وجاء بي إلى الدنيا لأدفع ثمن الجنة وهي العمل الصالح. إذن الإحسان هو العمل الصالح؟ فالعمل الصالح هو الإحسان بأوسع مفهوماته، وهو ثمن الجنة. والدليل
الإنسان حينما يأتيه ملك الموت ماذا يقول؟ كما في القرآن: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً. لا يندم الإنسان حين مغادرة الدنيا إلا على العمل الذي هو علة وجوده في الدنيا، أليس كذلك؟ إذن العمل الصالح هو بعد أن تؤمن بالله الإيمان الصحيح والدقيق والعميق والذي يحملك على طاعة الله. العمل الصالح هو أن تتقرب إلى الله بعمل يكون زادك إلى الآخرة. إذن علة وجود الإنسان في الدنيا بعد أن يدرك ويؤمن هي العمل الصالح، أن يعمل صالحاً. نعم. لذلك المؤمن يبني حياته على العطاء لا على الأخذ. نعم. الشارد عن الله الغافل يظن أنه كلما أخذ من الناس يكون أذكى، بينما المؤمن يرى أنه كلما أعطاهم يكون أذكى. فلذلك الأنبياء أعطوا كل شيء ولم يأخذوا شيئا، بينما الأقوياء أخذوا كل شيء ولم يعطوا شيئا. الأنبياء عاشوا للناس، الأقوياء عاش الناس لهم. الأنبياء ملك القلوب، الأقوياء ملك الرقاب. الأنبياء يمدحون في غيبتهم، الأقوياء في حضرتهم. فلذلك الإحسان علة وجود الإنسان في الدنيا ليكون ثمناً للآخرة، ولكن لن يكون الإحسان إلا بعد الإيمان. إذن تؤمن فتحسن فتسعد. هذا لمن هو مدرك أو راشد أو كبير، لكن أساتذتنا عندما كنا صغاراً وشرحوا لنا قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ضربوا لذلك قصة معبرة فيها شيء من الرمزية، من أن أستاذاً طلب من طلابه أن يذبح كل منهم عصفوراً في مكان لا يراه فيه أحد، وأتى في اليوم الثاني جميع الطلاب وقد ذبحوا ما طلب منهم الأستاذ إلا طالباً واحداً. كان جوابه لأستاذي: أني كلما ذهبت مكاناً ظننت أن هذا المكان لا يراني فيه أحد، رأيت أن الله يراني. فهل الإحسان فطرة في الإنسان لئن قلنا إن هذه القصة صحيحة؟ لا، هو إدراك. نعم. أنت حينما تدرك أن جهة ما تراقبك دون أن تشعر تنضبط أشد الانضباط. نعم. لمجرد معرفتي تنتبه لكلماتك على الهاتف. نعم. وفي الطريق تنتبه لحركتك في الطريق. نعم. أما حينما تعلم علم اليقين أن خالق السماوات والأرض لا تخفى عليه منك خافية، يعلم خائنة الأعين، يعني طبيب يعالج امرأة ومن حقه أن يرى موضع المرض من جسمها، لو نقل نظره إلى عضو آخر لا تشكو منه شيئاً. لا يجوز. أي جهة في الأرض تستطيع أن تكشف هذه المخالفة؟ أبداً، إلا الله. رقابة الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. إذن الإنسان في الدنيا تحت بصر الله، الإنسان إذا تحرك فالله يراه، إذا تكلم فالله يسمعه. نعم. إذا أضمر شيئاً فالله يعلم، يعلم ما تضمر. نعم. ويرى حركتك ويرى عملك. نعم. إذن الإنسان تحت المراقبة، لمجرد أن تشعر أنك مراقب تستقيم على أمر الله. أضرب مثل: تركب مركبة الإشارة حمراء، حينما ترى الشرطي واقف، شرطي آخر مع دراجة نارية، نقيب في سيارة والإشارة حمراء، أنت مواطن عادي لا يمكن أن تتجاوز الإشارة. علمك أنك مراقب وعلمك أن واضع القانون تطولك قدرته، وعلمك أن واضع القانون تطولك رؤيته، يجعلني ألتزم، وعلمه تلتزم. لذلك إذا قلنا إحسان، أنت حينما تعلم أن الله يراقبك مستحيل أن تعصيه. أما حينما تغفل عن أن الله معك
أو تتوهم أن الله في السماء وليس في الأرض يمكن أن تكون المعصية. إذن الإحسان أعلى مرتبة تنقلك إلى الشعور الدائم أنك مع الله وأن الله معك وهو يراقبك كأنك تراه وهو يراك. هذه المرتبة مرتبة عظيمة ومرتبة مطلوبة، لكن الله عز وجل عندما يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فهو فيه أمر، هل يستطيعه كل الناس؟ يعني من كان إسلامه جديد عهدين ممن مضى عليه، ممن راقب نفسه سنوات طويلة وهو فيه أمر، هل هو مرتبة واحدة أم للإحسان أنواع؟ لا، أولاً العدل قسري والإحسان طوعي. نعم. والمشكلات أحيان لا تحل بالعدل بل بإحسان، لذلك الإنسان مأمور بالإحسان كما هو مأمور بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولكن الإحسان واسع جدا. نعم. الحقيقة أحد معاني الإحسان أن تأتمر بما أمر الله. نعم. أمرك أن تكون صادقا، أن تدلي بشهادتك، أن تقول الحق، أن تنتهي وأن تأتمر من الإحسان، أن تنتهي وأن تأتمر. الآن حينما تتقرب إلى الله بخدمة عباده هذا من الإحسان. نعم. يعني انصياع لأمر وتجنب نهي ثم مبادرة بعمل صالح، لعلك تصلح إنساناً، تعين إنساناً، تخدم إنساناً، تنقذ مخلوقاً، تسقي كلباً، تطعم هرة، أي خدمة إلى أي مخلوق هو الإحسان. لذلك قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة. أي عمل صالح تقوم به هو بمثابة قرض لله عز وجل. نعم. والله عز وجل يكافئك عنه. إذن الإحسان يبدأ من أن تأتمر بما أمر، يسني من أن تنتهي عما عنه نهى، تثلث في أن تتقرب إلى الله بخدمة خلقه. يعني بعيداً عن الأمر النصي والنهي النصي، أطعمت هرة، سقيت كلباً، أنقذت جريحاً، تعاهدت أرملة، أطعمت جائعاً، كسوت عارياً، أنصفت مظلوماً، نفست كرباً عن مسلم، وفقت في زواج، شفعت في زواج، أقرضت مالاً، أعنت إنساناً، نصحت مسلماً، علمت العلم، هذا كله إحسان. أبواب الإحسان لا تعد ولا تحصى، بل إن الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، بل إن الإحسان هو الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني الوسيلة كي تتقرب إليه. مرة قلت مجند غر أقل رتبة في الجيش التحق لتوه في الخدمة الإلزامية في فرقة على رأسها أعلى رتبة لواء، هل يستطيع هذا الجندي الغر أن يقابل اللواء؟ بالأنظمة العسكرية في كل أنحاء العالم لا بد من تسلسل، غير مسموح له في قبله عشرات الرتب، لكن في حالة واحدة يستطيع أن يدخل عليه من دون استئذان، إذا وجد ابنه غريقاً فأنقذه ونجاه من الموت، يدخل من دون استئذان وهذه الرتبة العالية ترحب به وتقول له كلمات معسولة ويقدم له ضيافة وقد يجلس إلى جانبه. هذا معنى قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. أنت حينما ترى أن كل هذه المخلوقات مخلوقات الله عز وجل، وأن أحب الناس إلى الله أنفعهم لمخلوقاته، يكون الإحسان ديدنك ومنهجك في الحياة. عندما كتب الله عز وجل الإحسان كما ورد في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة،
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا الإحسان ليس خاصاً بالتعامل في البشر فيما بينهم، مع كل المخلوقات من دون استثناء، حتى لو قتلت عقرباً ينبغي أن تقتله بضربة واحدة. مر النبي أمام بعض أصحابه، رآه يذبح شاة أمام أختها، فغضب أشد الغضب، قال هل حجبتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ سبحان الله على هذه الرحمة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وهل من ذلك أن امرأة بغياً دخلت الجنة في كلب سقته من الماء؟ هذه صورة. العلماء علقوا على هذا الحديث بأن الإخلاص كان ملابساً لهذه السقية، سبحان الله، لأنها في الصحراء لا ترجو ثواباً ولا عقاباً ولا أحد يراها، إنما لرحمة في قلبها سقط هذا الكلب فغفر الله لها. فهل من مثال الآن تطبيقي عملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان إحسانه مع أصحابه مع أهل بيته؟ حبذا لو تذكرون بشيء من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في خدمة أصحابه صلوات الله عليه، يعني دخل بعض الأعراب على مجلس النبي لم يعرف النبي من هو، قال أيكم محمد؟ لم يتميز لا بمكان أبداً ولا، كان في خدمة أصحابه، كان أصحابه الكرام يفتدونه بأرواحهم لأنه عد نفسه واحداً منهم، لأنه يعنيه ما يعني أصحابه. لذلك سيدنا ربيعة خدمه، قال سلني حاجتك يا ربيعة، لو أن هناك إنسان على وجه الأرض يستحق أن تخدمه بلا مقابل هو رسول الله، ومع ذلك رأى خدمته ديناً عليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصغي الإناء للهرة، كان يكنس داره، يرفو ثوبه، كان يحلب شاته، كان في مهنة أهله، كان يقول أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهنهن إلا لئيم. كان عليه الصلاة والسلام الإنسان المحسن الأول في كل شيء. دخل إلى بستان رأى ناقة، لما رأته زرفت عيناها بالدموع، فدخل فاقترب منها ومسح ذفريها وقال من صاحب هذه الدابة؟ قالوا فتى من الأنصار، قال ائتوني به. فلما جاءوا به قال ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه. إذن صلوات الله كان شفافاً، حتى حينما خطب على منبر حن إليه الجزع، كان يضع يده على الجزع تكريماً له. إذن كان محسناً في كل مستويات الإحسان. لخصتم لنا الإحسان فقلتم إنه العمل الصالح، وكلنا يعلم أن الأعمال بالنيات، فالإحسان إيجابي دائماً؟ قيمة الإحسان في نيته، بل إنما تفيد القصر والحصر، يعني يقيم الإحسان دائماً بنيته. فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. امرأة أحبها إنسان من مكة، اشترطت عليه كي تقبل بالزواج منه أن يهاجر إلى المدينة، فهاجر فسمي مهاجر أم قيس. تكبد عناء السفر والمشقة من أجل امرأة، لكن كما فعل الصحابة لا من أجل الله ورسوله، لكن لم تكن النية حاضرة كما كانت حاضرة نية الصحابة. أضرب مثال، يعني إنسان غني كبير صاحب أراضي كثيرة، جاء من همس في أذنه أنك إن تبرعت بأرض لبناء مسجد اضطرت البلدية أن تنظم أرضك وأن تجعلها مقاسم، وإذا جعلت مقاسم تضاعف ثمنها، فقدم أرضاً لتكون مسجداً، هل له أجر بهذا المسجد؟ إطلاقاً. إطلاقاً ليس هو أراد مضاعفة أسعار أرضه. فلذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن هذه النية
لا يمكن أن تكون مفتعلة، هي كسعر العملة، محصلة اقتصاد الأمة. الآن النية محصلة إيمان المؤمن واستقامته وجهاده وعمله الطيب ومتابعته وأداء عباداته، محصلة كل نشاطاته تكون في نيته. العمل هو ملخص عن الإحسان، فهل العمل يتوقف على الدنيا أم يستمر إلى ما بعد الممات؟ أولاً العمل أنواع، هناك عمل رقعته واسعة جداً، الإسلام انتشر في الآفاق، لذلك أكبر دعوة شملت معظم بلاد الأرض الإسلام، لذلك رقعة هذا العمل كبيرة جداً، أحياناً امتداد أثره، يعني من 1400 عام والدين مستمر ويتوسع، هذا مؤشر على امتداد الأمد واتساع الرقعة وعمق التأثير. حينما تكون الدعوة متغلغلة في أعماق الإنسان، في فكره، في طباعه، في علاقاته، في بيته، في عمله، في تجارته، في أعماق قلبه، هذه دعوة بليغة جداً. إذاً العمل الصالح الذي أنجزها عمل عظيم. فالعمل الصالح يقيم في قوة التأثير، عمق التأثير، ونوع التأثير، وامتداد أمد التأثير، واتساع رقعة التأثير. هل هذا هو المقياس؟ المعيار؟ هذه مقاييس. لذلك هذا الذي قرأ تاريخ البشرية واختار منها الآلاف، ثم قرأ تاريخ الآلاف واختار منها مئة، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام على رأس المئة، إن حيث قوة التأثير ونوع التأثير وامتداد أمد التأثير واتساع رقعة التأثير. لكي يكون الإحسان إحساناً لابد أن يكون متعلقاً بالعمل الذنية الصالحة، إذا لابد أن يكون الإحسان خالصاً لوجه الله عز وجل. قبل ذلك سؤالي، إن هل يشترط في هذا أن يكون أيضاً صواباً؟ العمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين، إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. لذلك لو أن العمل وراء نية صالحة، أما شكله على خلاف السنة، يعني لو أقمنا حفلاً غنائياً ساهراً يرصد ريع هذا الحفل للأيتام، النية صالحة، أما الشكل غير صالح، الغاية لا تبرر الوسيلة. فنحن نرى أن الله عز وجل حينما قال في الدعاء القرآني وأن أعمل صالحاً ترضاه، الله لا يرضى عن العمل إلا إذا كان خالصاً، بمعنى أنه ابتغي به وجه الله، وصواباً وافق السنة. إذن شروط قبول العمل أن يكون صواباً ويوافق السنة، ولكن تجاوزنا شيئاً. تفضل. الأعمال الصالحة منها ما ينتهي عند الموت، ومنها ما يستمر بعد الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح، وولد صالح يدعو له، أو أي عمل يستمر بعد موت صاحبه. أنشأت مستشفى، أنشأت ميتم، أنشأت معهد شرعي، ألفت كتاب، أنجبت ولد صالح، هذه الأعمال الصالحة قال الله عنها: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إذن العمل الصالح بطولة صاحبه أن يكون مستمراً، في عمل ينتهي لساعة، أطعمت جائعاً، أكل وشبع، وبعد أربع ساعات جاع ثانية، لكن في أعمال مديدة، يعني أنت قد تطعم فقير لكن قد تهيئ له عمل يقتات منه ويرفع رأسه
ويشعر أنه لا يأخذ صدقة يأخذ أجراً، هذا عمل أعظم. أن تطعم الفقير مرة واحدة أو أن تطعمه بشكل مستمر، أن تهيئ له عمل. إذن العمل الصالح يتفاوت، لكن حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح. من هذا نفهم أن الإحسان يزيل من القلوب الغلة والحسد ويدفع إلى مرضاة الله عز وجل، امتثالا لقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللهم انفع بنا مجتمعاتنا وأهلينا، ونسألك يا كريم أن تجعلنا من أهل الإحسان وأهل الإيمان وأهل الإسلام. وجزى الله أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي خير الجزاء على ما أفاد به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.